السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة كاتو دارنا. وصفة جديدة، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غنصاوبوا شي حاجة بنينة كتجي غزالة في المذاق وحتى في المنظر، ممكن نصنفوها من بين حلويات البريستيج. سي الفقاس بالكاكاو واللوز افيلي والقرقاع. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاج 3 د البيضات بحرارة الغرفة، كاس وديما العبار بكاس العنبة، كاس ديال الاتاي المغربي معروف، كاس ديال السكر، نص كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، وعندي هنا كاس ديال اللوز افيلي، ونص كاس زايد شويه ديال القرقاع. غادي نحتاج 2 ساشيات ديال الكاكاو، 1 ساشي ديال الفاني، وواحد ديال الخميره 8 غرام. وبالنسبه للدقيق، عندي هنايا 650 غرام ديال الدقيق، وغادي نشوف واش غادي ياخذها كامله اولا غادي نخلي منها. بالنسبه للطريقه سهله، غادي نخلي هادو على جنب، وغادي ندير المكونات ديالي كامله في لو بول. نبداو بالبيض، فوالا، نزيد السكر، الحليب، الزيت. ممكن يعني هاد المكونات هادو ديروهم في مولينكس او لا في الخلاط. غادي ندير الفاني، وغادي ندير واحد رشيشه ديال الملح، ضروريه في الحلويات لتصحيح الذوق. فوالا، غادي نضيف حتى الكاكاو، نجيب مقص، فوالا. بالنسبه للكاكاو تقدروا ديروا يعني 3 د المعالق الا كان عندكم ديال كلعبار، اولا 3 د لي ساشي الا بغيتوا يكون اللون فونسي اولا داكن. صافي، غادي نخلط هاد المكونات ديالي كاملين. فوالا، حتى يتجانسوا ليا كاملين مع بعضياتهم ودوب ليا داك السكر. الوغ، من بعد ما خلطت هذوك العناصر كامله على هذا الشكل، غادي نضيف اللوز ديالي، قلنا حتى هو كاس يعني بقياس كاس العنبه. وبالنسبه للقرقاع غادي نقسمه في النص باش ما يبقاليش هكا كبير، واخا هو الصراحه كيكون ساهل في التقطيع ديالو. بالنسبه للدقيق، كما قلت لكم 600 حتى 650 غرام. فوالا، غنخلط، لان عجينه الفقاس كيخصها ما تكونش قاصحه بزاف الا بغينا الفقاس ديالنا يجي ناجح. غادي نبدا نضيف الدقيق، ونضيف له داك الساشي ديال الخميره، ونخلط. بالنسبه للفواكه الجافه تقدروا ديروا حتى اللوز عادي، تفسخوه وتخليوه ينشف، ماشي ينشف كاريمون يعني، تخليوه طري شويه. فوالا، غنحيد دابا الباتور، وغادي نخدم بيديه. بزاف ديال البنات كيقول لك بان الفقاس كيتفرقع عليهم اولا كيتشق ليهم في الطياب. الا بغيتي الفقاس ديالك يجيك ناجح، السر هو في الفران، ان الفران خصو يكون بارد، ومنين كتحسي بان الفران سخن كتحليه واحد الشويه وتتعاودي تسدي عليه. يعني راه تياخذ معنا تقريبا بالنسبه للطياب حتى لساعه، لان ما خصناش نديرو ليه درجه الحراره عاليه الا بغيناه يجي لينا ما مشققش ولي بودان ديالنا يبقاو مزيانين.
فوالا. تقدروا تزيدوا حتى البيستاش، نواة كاجو، مهم اللي عندكم في الدار. وقد ما زدتي فيه يعني الفواكه الجافه، قد ما الثمن ديالو كيطلع بالنسبه للبنات اللي كيخدموا يعني لي كوموند. فحال دابا انا هذا الفقاس هذا باللوز افيلي وبالقرقاع كنخرجو بمية درهم، لان الفقاس عادي كنخرجوه بسبعين درهم، وكنزيدو عليه دوك الاضافات اللي ضفنا عليه، يعني اللوز افيلي والقرقاع. مثلا عملنا واحد 15 درهم ديال اللوز افيلي، غادي نزيدوها على 70 درهم. زدنا القرقاع غنزيدو الثمن ديال القرقاع. صافي، يعني خدا ليا ديك 650 غرام ديال الطحين كامل. وكما قلت لكم بالنسبه للكميه الطحين كتبقى على حساب النوع اللي كتستعملي، واش كيشرب اولا لا. صافي غادي نجمعوه باش نبداو نشكلوه دي بودان. وكما قلت لكم الفران بارد. بعد ما جمعت الخليط كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني العجينه ما قاصحاش. دابا غنزلها فوق البلون دو طرافاي وغادي نقطعها باش ندير الحرابيل ديالي اولا لي بودان. بالنسبه للسمك اولا الغلب ديال الفقاس ديالكم نتوما كتحكموا فيه، واش بغيتوا دوك الحرابيل يكونوا كبار يعني الفقاس ديالكم كبير اولا يكون متوسط. انا غادي نقسم هاد العجين هذا على 3 على 4، يعني الا عندكم الفران كبير والطاوه كبيره ديروه على 3 وصافي. الا كان عندي القرقاع خارج من شي بلاصه كنحاول انني نغطيه بالعجين باش ما يتشقش ليا الفقاس ديالي في الطياب. صافي، هذا هو السمك ديال الحربول، وغادي ننزلو في اللاطة اللي درت فيها ورق الطبخ فوالا على هذا الشكل هذا. وغادي نكمل الكميه اللي عندي كامله، وكما قلت لكم يعني الفران بارد، وغادي ندخل الفقاس ديالي يطيب حتى كيشد راسو، كنخرجو كنخليه يبرد، ومن طبيعه الحال عاد كنقطعوه وكنحمروه. انا غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي وندخل الفقاس الفران ونعاودو نتلاقاو من بعد ما يطيب. الوغ البنات نسيت ما قلت لكمش بان من بعد ما درناه في الطاوه ضروري ما نديرو ليه البيض مخلط مع الشوكولا، يعني مع الكاكاو او لا قهوه سريعه الذوبان، كندهنوا له الوجه ديالو، نديرو عليه يا اما لوز افيلي او لا جنجلان. بما ان عندي يعني هذا الفقاس في الماغون يعني بالكاكاو، فانا غادي ندير له جنجلان بيض من الفوق غير التزيين. ممكن انكم تخليوه يعني غير بالبيض، فراه حتى هو كيجي زوين. صافي، وغادي ندخلو الفران يطيب، وغادي نعاودو نتلاقاو باش نشوفو الطياب ديالو كيفاش كيجي. فوالا، من بعد ما طيبت الفقاس وخليته برد كيف ما كتشوفو، البودان ديالي هو هذا الطياب ديالو، يعني بحال الطياب العادي بالفقاس. دابا غادي نبدا نقطعو، غنقطعو مايل لان انا ما دايراش بودان كبير باش نقطعو واقف، غنقطعو مايل. كما قلت لكم بالنسبه للسمك ديال الفقاس نتوما تتحكموا فيه واش بغيتوه كبير او بغيتوه مويان. صراحة هاد الفقاس ما كيتهرسش ملي كنقطعوه، طبيعه الحال الموس كيكون ماضي ما كيتهرش معنا، كيجي المنظر ديالو رائع. غادي نقطعو وغادي ندخلو يتحمر، ف
فران متوسط. منين غادي يطيب عاد غادي يبان لينا داك اللوز وداك الكركاه، غادي يتغير المنظر ديالو، يتغير اللون ديالو كيف ما كتشوفوا. فهو يعني راه ما تيتهرش واخا تنقطعوه. فوالا غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، يعني دوك 4 ديال القطبان اللي عندي كاملين غنقطعهم وندخلهم يتحمروا ونوريكم الشكل النهائي للفقاص كيف كيجي. وهذا هو الفقاص ديالنا من بعد ما وجدناه. ها نتوما شوفوا الكميه تبارك الله اللي تيخرج، راه لا باس بها، اكثر من كيلو. منين تحمر عاد كيبدا يبان داك اللوز افيلي وداك الكركاع على هذا الشكل هذا. ها نتوما شوفوا فوالا المذاق ديالو كيجي مختلف وحاجه جديده، لان داك الكاكاو مع اللوز صراحه كيجيو مذاق غزال. نتمنى انكم تجربوه ونتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. وبحال ديما الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش انكم اول حاجه تلايكيوها وتبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم والعائلات ديالكم وعلاش لا لي ريزو سوسيو ديالكم. ونتمنى انني كنت خفيفه على قلوبكم كيف ديما. كنقول لكم بسلامه عليكم في وصفه قادمه ان شاء الله.